من أجل مرافقة مستعملي طريق للاستمتاع بعطلتهم الشتوية مع تفادي حوادث المرور والعواقب التي تترتب عنها، حيث سيتم التركيز على سواق المركبات السياحية والدراجات النارية خاصة فئة الشباب منها. سيتم خلال هذه الحملة تحسيس مستعملي الطريق من بعض المخاطر، خاصة عدم ارتداء خوذة الأمان، القيام بمناورات خطيرة على الطريق كالسير على عجلة واحدة، الإفراط في السرعة، التجاوز الخطير، وكذا السير على اليسار عدم احترام مسافة الأمان.